يا دكتور رأفت. أهلا أهلا يا فندم. ست. إيه يا أستاذ، جت سليمة؟ أنت سليم يا أخ؟ أساعدك في حاجة؟ لا متشكر. لا لا من فضلك بغير من البنطلون لو سمحت. الدكتور رأفت ما جاش هنا والله؟ لا الدكتور رأفت لسه خارج حالا يا فندم. متشكر جدا. العفو يا أخ يا أستاذ، الدكتور رأفت خرج الناحية دي. طب طب أنا آسف جدا، أنا نسيت أبارك للآنسة فوزية. متشكرين قوي. أقصد مدام فوزية. طيب ألف شكر يا فندم. من الحقيقة مش عارف هي مدام ولا آنسة، هم كتبوا كتاب ولا لسه الحقيقة؟ لا الحقيقة كاتب كتاب لسه. أصل إحنا في البلد من ناحية الألقاب يعني لما واحدة يكتبوا كتابها. أيوه. إحنا نقول لها يا ولية لا مدام ولا آنسة ولا أي حاجة. لو سمحتي أنا 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 نسيت أعرفك بنفسي. اتفضل يا فندم أهلا بيك. أنا سامح، سامح عبد الشكور المعيد بقسم الحشرات، وعن إذن حضرتك بقى. حضرتك سامح عبد الشكور؟ أيوه. المعيد بقسم الحشرات. تمام. أنت متأكد إنك سامح يا أستاذ؟ أنا سامح عبد الشكور بتاع كلية العلوم. الله يخرب بيتك يا ولد، كنت أنت سامح. أنا سامح عبد الشكور بتاع كلية العلوم. أنا سامح عبد العلوم بتاع كلية الشكور. بس واضح إنها معجبة بيا والحمد لله.